اكيد. لا ايه، انا مش خيقاله. قبل ما سيرتك تلبخ اتفضل تعالى معايا نشوف بنات. انا اسفه من الكفره. لو مستعدين تقبلوني يبقى كتر ألف سبب. بعدك بعدك بيتي هيتخرب. أنا بريئة. أنا قبل كده شرحت لك الظروف اللي عشت الولاد. أنت إنسان كذاب وغشاش. أنا ما اديتلكش علشان آخد. أنا اديتك علشان بحبك. هو مين حضراتكم؟ إحنا من حقنا ناكل. لكن البتالة اللي تسبل كده يتخاف منها. كنت متأكدة ان نظرتي فيك مش هتخيب ابدا. هي واحدة من جميلات السينما المصرية بوجهها البريء وملامحها الجذابة ونبرة الصوت المميزة مع الابتسامة اللي تدخل قلبك من غير استئذان. كانت حسب مقاييس الجمال العالمية وبلغة اهل الفن اجمل من وقف امام الكاميرا في السينما المصرية. حياتها كانت أشبه بالأفلام السينمائية، مشوار طويل ما بين نجاح وصدمات، مرض واعتزال، لحد ما في الآخر ربنا أكرمها بتوبة ورحيل يتمناه أي حد. إنها الفنانة الجميلة مديحة كامل. أهلا بيكم، ولو أنت جديد في القناة ما تنساش تعمل لايك وتشترك علشان توصلك الفيديوهات الجديدة. اسمها مديحة كامل صالح، من مواليد 3 أغسطس 1948 في اسكندرية، ودرست في بداية حياتها هناك لحد ما انتقلت مع أسرتها للقاهرة سنة 1962. وفي سنة 1964 قبل ما تدخل الجامعة بسنة شافها الفنان سمير غانم بالصدفة وهي راجعة من المدرسة. فبيقول سمير غانم: كنت ماشي ولقيت بنت جميلة قوي بدر منور، خلتني لأول مرة في حياتي أقف قدام بنت وغزلها، فقلت لها أنت قمر وجميلة قوي. فاتكسفت ووشها أحمر وقالت لي: ربنا يخليك، متشكرة. فقلت لها: تمثلي؟ تحب تشتغلي معايا؟ أنا بعمل سكتشات في مسرح كلية الزراعة. فردت وقالت لي: هقول لماما وبابا. فصممت أني أروح معاها البيت وكلمت والدتها علشان أقنعها، فوافقت وخدتها معايا حفلة على مسرح الكلية. وفي أول ظهور لها على خشبة المسرح قلبت الدنيا، مع إنها ما قالتش ولا كلمة، إلا إن الجمهور حبها من أول طلة وفضل يصفر ويهيص من جمالها. وعملت فترة صغيرة كعارضة أزياء، وخدها بعد كده سمير غانم للمخرج محمد سالم، مؤسس فرقتهم ثلاثي أضواء المسرح. ومن هنا تبدأ مديحة كامل مشوارها في التلفزيون والسينما، وبدأت تشارك في أدوار صغيرة. وكان أول عمل تشارك فيه مسلسل الحائرة إخراج حسن إسماعيل، وظهر اسمها لأول مرة على الأفيشات في فيلم العقل ولا المال سنة 1965 بطولة الفنان إسماعيل ياسين وإخراج عباس كامل، لحد ما جت لها الفرصة الحقيقية قدام الفنان فريد شوقي لبطولة فيلم 30 يوم في السجن، وكان عمرها في الوقت ده 18 سنة، وكانت لسه طالبة في كلية الأداب جامعة عين شمس قسم علم نفس. لو بتحب النبي الحكي. مش ممكن. ايه هو اللي مش ممكن؟ قولي لي يا استاذ، ما سبقش لحضرتك وفتحت دماغ حد؟ انا ولا سيحتيش دم حد؟ ما حصلش. وتوالت بعد كده الأعمال الفنية، وفضلت مديحة كامل بالرغم من موهبتها الكبيرة محبوسة في الدور التاني، لحد ما الحظ ابتسم لها لما رشحها المخرج كمال الشيخ لبطولة فيلم الصعود إلى الهاوية سنة 1978، بعد ما اعتذر عن الدور أغلب نجمات الصف الأول زي سعاد حسني بسبب خوفهم من أداء الشخصية ورد فعل الجمهور عليها. فهو دور الجاسوسة هبة سليم، البنت المصرية اللي بقت أشهر جواسيس إسرائيل. وسبحان الله بعد ما مديحة كامل عملت الدور ده حققت نجاح كبير جدا، وبقت نجمة شباك بيتسابق المنتجين علشان تشارك في أعمالهم، لدرجة إنها عملت في سنة واحدة 10 أفلام تحديدا سنة 1980. فالحقيقة بالنسبة للفنانة بتبتدي حياتها عشان تخطط لمستقبل كويس،
لازم تعمل كمية انتشار كبيرة جدا تغطي الجماهير دي كلها انها تسمع حاجة اسمها مديحة كامل، تعرف واحدة اسمها مديحة كامل، فكان لازم كمية عمل كبيرة جدا. وقدمت خلال مشوارها الفني حوالي 140 عمل ما بين السينما والتلفزيون والمسرح والإذاعة، ومن أبرز أعمالها السينمائية الجحيم، دلال المصرية، العرافة، الأخرس، السلخانة، ضرب الهوى، بوابة إبليس، المزاج، شوادر، العفاريت، المعلمة سماح، أصدقاء الشيطان، ملف في الأداب، انحراف، شوارع من نار وغيرها. وشاركت في عدد من المسلسلات منها أبواب الخوف، أيام لا تضيع، رداء لرجل آخر، الأفعى، المجهول، العنكبوت، الانتقام، والبشاير مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز. وكمان شاركت في عدد من المسرحيات منها هلو شلبي، الجيل الصاعد، اللص الشريف، لعبة اسمها الفلوس، يوم عاصف جدا، ومر الكلام، بالإضافة لعدد من المسلسلات الإذاعية منها لست شيطانا ولا ملاكا، سالم وسالمين وغيرها. أنا عندي آلة كاتبة بشتغل عليها في البيت. بتشتغل عليها إيه؟ بقول لحضرتك عندي آلة كاتبة هكون بشتغل عليها إيه؟ بالوفرات؟ بكتب عليها شغل للزباين. مديحة كامل بالرغم من إنها قدمت العديد من الشخصيات اللي كانت بتجسد فيها دور المرأة القوية أو الشريرة، إلا إن ده ما أثرش على حب الجمهور ليها وحرصه على إنه يهتم بتفاصيل حياتها. فلاحظ الجمهور ومحبي مديحة كامل إنها دايماً بتلبس سلسلة على شكل قلب من أول ما بدأت لحد ما توفي، وبدأوا يسألوا، وبعد بحث اتضح إن مديحة كامل كانت بتحب شاب جارهم من وهم أطفال لحد ما كبروا، ولما قرروا الارتباط بشكل رسمي جاله استدعى علشان يشارك في حرب الاستنزاف. ولما تقابلوا وفي مشهد شبه مشاهد الوداع في السينما طلع من جيبه سلسلة ولبسها لها وطلب منها انها ما تقلعهاش لو استشهد في الحرب، وقال لها انا عاوز ابقى معاكي حتى بعد ما اموت. فقالت له مديحة كامل بعد الشر عليك وان شاء الله هترجع لي، لكن قضاء ربنا كان انه ما يرجعش ويستشهد في الحرب. فزعلت عليه مديحة كامل وقررت تحترم رغبته وإنها ما تقلعش السلسلة أبدا لحد وفاتها. مديحة كامل اتجوزت 3 مرات، الأولى من محمود الرئيس اللي كان صديق والدها وأكبر منها بكتير، لكنه لما تقدم لها وافقت لأنه وعدها بأنه يوافق على عملها في الفن والتمثيل، وأنجبت منه بنتها الوحيدة مرهان. والزواج التاني كان من المخرج شريف حمودة واستمر لفترة قليلة. أما الجواز التالت فكان من المحامي صلاح دياب، واللي كانت بتعتبره مديحة كامل حب عمرها حسب ما قالت بنتها مرهان في حوار تلفزيوني، لأنه كان إنسان محترم وراجل بمعنى الكلمة وبيعامل مرهان زي بنته. هو فنان الحقيقة متكامل، لأن الفن موهبة وأخلاق، وهو كان يحمل الصفتين دول. كان إنسان رقيق جدا، مهذب جدا، صديق حبيب لكل الناس. على مدى حياته محدش في أي استوديو دخله أو في أي حفلة عملها يتذكر أنه حصل خلاف معاه. إيديه عزفت أجمل الألحان وطوعت الألحان الغربية عشان تدخل في الريتم الشرقي، وخلى آلة غربية تدخل في الموسيقى الشرقية بتاعتنا. أخويا والغالي عليا قوي قوي وعلينا كلنا، الفنان الرقيق المهذب الحنون عمر خورشيد. اتعرضت مديحة كامل لصدمة كبيرة بعد رحيل صديقها الفنان عمر خورشيد، عازف الأورج الأشهر في مصر والعالم العربي وقتها، فكانت بتعتبره مديحة كامل أخ وصديق، هو ومراته دينا خورشيد. وآخر أفلامه اللي أنتجها ومثل فيها كان فيلم العرافة مع مديحة كامل. فقالت مديحة كامل في التحقيقات إنها كانت راكبة العربية التانية اللي ماشية ورا عربية عمر خورشيد ومراته في طريقهم للبيت، فلقت عربية بتلاحقهم بسرعة جنونية
وبتحاول تزقهم وتطلعهم من الطريق، وما سابتهمش إلا بعد ما تأكد السواق إن عربيتهم دخلت في عمود الكهرباء، واتصابت مديحة كامل بجروح هي ومرات عمر خرشد بسبب الحادثة دي، وتوفى عمر خرشد. وبعض المصادر بتقول إنه ما ماتش بسبب الحادثة، ولكن كان شبه مغمى عليه وفي حد جه وأنهى حياته، والسبب لحد دلوقتي مش معروف. ففي آراء بتقول إن سياسي كبير هو اللي أمر بقتله، وناس تانية بتقول إن منظمة التحرير الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات هي اللي قتلته، لأنه حضر اتفاقية كامب ديفيد للسلام ما بين مصر وإسرائيل سنة 1978، وعزف ليلتها في حفلة بمناسبة الاتفاقية أمام الرئيس الأمريكي جيمي كارتر ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والرئيس المصري أنور السادات. لكن أكتر الآراء قالت إن فاسل الذكر مدير المخابرات وقتها صفوة الشريف هو اللي قتل. Is Captain Clay here? Yes, why? I have a message for him. I see. This way. Thank you, ma'am. One moment. What is it? Something wrong? I think so. They're in a hurry to win the war and I seem to be indispensable. مديحة كامل كانت حياتها درامية وأشبه بالأفلام السينمائية، مرض وصدمات ورا بعض، بداية من موت أخوها الصغير وهو عنده 17 سنة في السبعينات، وإصابتها بجلطة في القلب سنة 1975 أثناء مشاركتها في مسلسل الأفعى، وموت حبيبها، وبعدين موت صديقها عمر خرشد، ضغط نفسي كبير عايشة بيه طول الوقت وفضل يتراكم لحد ما قررت انها تعتزل الفن وتلبس الحجاب. فبتقول مرهان بنت الفنانة مديحة كامل، امي حصل لها اكتر من ابتلاء في حياتها خلاها تقرب من ربنا بالتدريج، ففي اواخر السبعينات اتصدمت برحيل اخوها الصغير اللي كان عمره 17 سنة وزعلت عليه جدا وقربت من ربنا وبقت ما بتسيبش فرض وبتصلي الفروض كلها في مواعيدها، حتى وهي اوقات بتصور افلام لابسة فيها قط او حمالات، الا انها كانت قريبة جدا من ربنا. وفي الثمانينات جالها جلطة في رجليها مرتين خلتها تأجل كل اعمالها اللي مضتها، وكانت حالتها النفسية في الوقت ده سيئة جدا بسبب المرض، لكنها كانت دايما بتحمد ربنا. وفي اواخر الثمانينات جالها روماتويد، لكنها تأقلمت مع المرض وتعايشت معاه وبقت بتاخد له علاج ارتاحت عليه، لكن الروماتويد مع التدخين عمل لها مية على القلب. وأثناء تصوير آخر أفلامها بوابة إبليس كانت حاسة في الكواليس بأنها عايزة تغير حياتها وتعيش في هدوء، وبالرغم من حبها الشديد للفن قررت الاعتزال ولبس الحجاب. وبيقول مخرج الفيلم عادل الأعصر خلال لقائه في برنامج تلفزيوني فيلم بوابة إبليس كان تالت فيلم ليا مع مديحة كامل، وتقريبا في نص الفيلم كلمتني وقالت لي أنا مش هكمل الفيلم، فافتكرتها بتهزر، لكن لما رحت لها البيت قالت لي أنا مش هكمل الفيلم أنا هعتزل. قلت لها طب ليه هتعتزلي؟ قالت لي من غير ما أقول أسباب. قلت لها طيب أسيبك أسبوع أو 10 أيام تفكري. قالت لي بص أنا مش هكمل الفيلم والموضوع منتهي. فرحت للمنتج إبراهيم شوقي علشان أقوله، فقال لي طيب أنت شايف إيه؟ قلت له سيبني أفكر. وبعد شهرين رحت له وقلت له أنا هكمل لك الفيلم، وكملت الفيلم من غير مديحة كامل بعد ما جبت دوبليرة وكلمت مديحة كامل طبعا علشان أستأذنها، فقالت لي حقك طبعا، وعملت الفيلم وكسر الدنيا في السينما. وقالت مرهان عن والدتها مديحة كامل بعد الاعتزال، حست انها لقت سعادتها في الحجاب، وكانت بتتابع اعمال زمايلها وبتفرح بنجاحهم، وعمرها ما حرمت الفن، وتفرغت لحياتها العائلية، وكانت بتحضر مجالس علم لعلماء زي الدكتور مصطفى محمود والدكتور عمرو عبد الكافي، وراحت قابلت الشيخ الشعراوي، وكانت دايما بتحب تسأله في امور الدين، وعمرها ما استغلت ابدا شهرتها بأنها تقدم برامج بالحجاب
أو تظهر في برامج بمقابل مادي، فكانت ترفض عروض بمبالغ كبيرة وتقول أنا لا أتاجر بديني. وأدت فريضة الحج سنة 1995 وكملت مرهان، وقالت كانت فرحانة جدا يوم فرحي، وفي الوقت نفسه زعلانة إني هتجوز واسيبها. وعملت لي فرح في فندق كبير، وفرحت جدا لما لقيت الفنانة الكبيرة شادية في الفرح، لأنها كانت صديقة مقربة لوالدتي وبتحبها جدا، ووالدتي كانت بتعتبرها القدوة. وكمان فرحت بحضور الدكتور مصطفى محمود لأن أمي كانت صديقة لأسرته. وبعد الجواز ما قدرتش أتحمل أني أعيش بعيد عنها، فطلبت من جوزي أننا نروح نعيش معاها، وفعلا رحنا نعيش معاها. أحلى دعاء ممكن يتقال الستين عائشة رضي الله عنها سألته لسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، قالت له إذا رأيت ليلة القدر فبماذا أدعي؟ فأجابها عليه أفضل الصلاة والسلام قال لها العفو والعافية. ولو فسرنا كلمة العفو هنلاقيها بتشمل حاجات كتير حلوة قوي، والعافية اللي هي المعافاة من كل مكروه، يعني سواء مرض أو فلوس أو. وبتكمل مرهان وبتحكي عن يوم وفاة والدتها وهي بتعيط، وبتقول كنا في رمضان وكانت طبيعية جدا قبل السحور، وبتتكلم مع سهير رمزي وبعض أصدقائها في التليفون علشان يتفقوا يصلوا الفجر مع بعض في يوم، وكانت بتضحك ومبسوطة جدا. وبعد السحور استنت علشان تصلي الفجر، وصلت ودخلت نامت وظبطت المنبه على الساعة 12 الظهر، لأنها كانت متعودة تصلي الظهر حاضر في مسجد مصطفى محمود. لكن الساعة 12 لقيت المنبه بيضرب وما صحيتش، فحاولت أصحيها وكنت حاسة إن هي مغمى عليها، وعمري ما تخيلت أبدا إنها ممكن تكون ماتت. فنقلتها أنا وجوزي لمعهد القلب القريب من البيت، وهناك قالولي إنها توفت، وما بقتش مصدقة وكأنه حلم لسه عايشة فيه لحد دلوقتي. أمي كانت كل حاجة في حياتي، الله يرحمها. بعد ما توفت لقيت على سريرها شريط كاسيت كانت بتسجل عليه اللي بتحفظه من سورة البقرة، لأنها كانت بدأت بحفظ القرآن. رحم الله الجميلة مديحة كامل اللي ربنا أكرمها بالتوبة، وماتت وهي صايمة يوم 4 رمضان الموافق 13 يناير 1997 بعمر 49 عام. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. شكرا، تحياتي.